إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن مما ينبغي للمسلمين أجمعين جنهم وإنسهم رجالهم ونسائهم أن يتذكروا بين حين وآخر، وأن يذكروا أيضا بأننا في هذه الدار في دار ابتلاء وامتحان واختبار، أينا أحسن عملا، كما أخبر بذلك العزيز المولى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأن هذا الابتلاء هو ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، فيجزى فاعل الخير على مثاقيل الذر من خيره أو دون ذلك، ويجزى فاعل الشر على مثاقيل الذر من الشر أو دون ذلك. من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي فعلتك من خير أو شر بهذا المقدار، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وليس المراد بالإخبار الإتيان بالخردلة، فالإتيان بها أمر على الله يسير، ولكن المراد الإخبار بأن من قدر على الإتيان بمثاقيل الخردل هو قادر على أن يأتي بمثاقيل الذر من الخير أو من الشر. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ابتلاء وامتحان، وإلينا ترجعون، أي لتجزوا على أعمالكم. وقال عز من قائل: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي له قدرة واختيار
يبين ما بين طريق الخير وطريق الشر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فليختر لنفسه. وقال عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. من العلماء من قال المراد بالنجدين الثديين، أي أنه حين ولد من بطن أمه هداه الله إلى أن يلتقم ثدي أمه بغير معلم. فمن الذي قال له إن رزقك وغذاءك في هذا الثدي فيمتصه؟ وهذه هداية من الله جل وعلا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذا نوع من الهداية، ويبدو أن الآية أعم من أن تكون هداية إلى الثديين من قبل غلام صغير أو طفل، وإنما المراد دعوة الإنسان إلى معرفة طريق الخير وطريق الشر. وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير والأسباب الموصلة إليه وثمرة سيره وعاقبة أمره، وطريق الشر وآثار شره وأفعاله. هذه هداية من الله جل وعلا، ولذا يجزى الخير بخيره وصاحب الشر صاحب الشر على شره، أو يعفو الله عنه. إذن ما دام أن هذه الدار موطن ابتلاء واختبار وامتحان، فإن الله جل وعلا جعل العبد يتنقل في أطوار ومراحل تدل على أنه قد ركب مطايا لا تستقر، وأنه سائر شاء أم أبى إلى جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو لم يكن الخلق لذلك خلقوا لكان هذا قدحا في حكمة الله وخلقه، إذ قد تطاولت قبلنا القرون والآجال، ومن كانوا أكثر أموالا وأطول آجالا فيهم أهل الخير وأهل الشر. 69 أمة بأنبيائها ورسلها وصالحيها من الجن والإنس رحلوا كلهم إلى الله، أتنتهي أعمالهم بعد أعمالهم فلا يبعثون ولا يجزون. ذاك الذي عدل وذاك الذي ظلم، هذا الذي أعطى وذلك الذي منع، هذا الذي صدق وهذا الذي كذب، هذا الذي كان أتقى وهذا الذي كان أشقى، هذا الذي فعل الصالحات وهذا الذي فعل الجرائم والسيئات، هذا الذي كان له من الخير ما كان، أتنتهي أعمارهم بموت ثم لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا صراط؟ خلق الله تلك الأجيال كما نحن الآن، هذه الأجيال فيها الخير وفيها الشر والضار والنافع والخبيث والطيب والمؤمن والكافر والطائع والعاصي والبر والفاجر والتائب والمصر، أكلهم في ميزان الله سواء؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم؟ هل يستوي من اتبع رضوان الله مع من باء بسخط من الله؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إلى قوله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أفيستوي هذا من باع نفسه ابتغاء مرضات الله كمن في قلبه الحقد والحسد والبغي والإثم والغل والخيانة والبدع والمنكرات والشهوات والمعاصي؟ كلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وما يستوي الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات،
ففي ميزان الله لا يستوون، ولو استووا لدل هذا على أن الله يخلق عبثا. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي تفعلون ما تشاءون من خير أو شر، من شرك أو توحيد، من سنن أو بدع، من طاعات أو معاصي، من شقاء أو سعادة، من ظلم أو عدل، من صدق أو كذب، من أمانة أو خيانة، هذا لا يليق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي نزه نفسه عن أن يخلق خلقه عبثا أو أن يتركهم هملا. فتعالى الله الملك الحق، خلقكم بالحق وهو الحق، وستذوقون الحق بعد أن عرفتم الحق وتبعثون إلى يوم الحق. اللهم لك الحمد، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. فما دام أن ذلك حق كله، دل على أننا إلى الله راجعون وبين يديه موقوفون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز من قائل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يفعل ما يريد، يترك سدى أي مهمل، خلق مهملا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أي هذه الأطوار والتنقلات والمراحل والأطباق، حين قال: ألم يكن نطفة من مني يمنى، والنطفة قطرة تشبه الماء اللزجة، لا شأن لها، تشبه الريق المكفول المنفوث. وقبل ذلك كان في طور التراب، وقبل ذلك أخذ العهد على الأرواح وهي في الأصلاب، وجسدت الأجساد وأغريت لآدم، كما جاء في السلسلة الصحيحة أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من صلبه في نعمان أي في عرفة، ونثرهم بين يديه واستشهدهم على نفسه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فأنا وأنت، آدم وذريته، أخذ عليهم العهد في نعمان في عرفة على أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فمن أخذ عليه العهد في تلك الأزمان المتطاولة والدهور المتباعدة أيكون مخلوقا عبثا؟ هذا يدل على تعطيل العهد وما أخذه الله عز وجل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فشهدنا جميعا بأنه الله لا إله إلا هو، فكيف يخلق في هذا الآن ويترك عبثا يفعل ما يشاء؟ أي لا بد أن يخلق، وأن عليه الحفظة وعليه الكتبة، وأنه مراقب في أقواله وأعماله ونياته. وقد أكد الله هذه الحقيقة بالقسم المعلوم في الكلم المفهوم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. جواب القسم: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما من نفس منفوسة من ذكر أو أنثى من الجن أو من الإنس إلا وعليهم حفظة من ملائكة الله وكتبة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أن يحسبون أنا لنسمع سرهم ونجوهم؟ بلى
ورسلنا لديهم يكتبون. فالعبد أينما كان فمعه ملائكة الملك الديان تكتب عليه ما كان وحيث ما كان. وإذا جاء الأمر في الحديث النبوي القائل اتق الله حيثما كنت، أي في بر أو بحر أو جو، اتق الله أي راقبه، فإن معك من يحصي الأقوال والأعمال والنيات. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لكم أستغفرون إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخواني في الله، اعلموا يا رعاكم الله أن مراحل التغيرات الجسدية والقولية والفعلية الظاهرة والباطنة لهذا الإنسان تدل على قرب انتقاله عن هذه الدار إلى لقاء الملك الديان. ولذا أقسم الله فقال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، أي بعد هذه الأطباق والحقائق لماذا لا يؤمنون ولا يستعدون للقاء من به يؤمنون. لتركبن طبقا عن طبق، هذا الركوب ركوب اضطراري يسير فيه الخلق ولا بد بجميع أصنافهم ومراتبهم ودرجاتهم، بدءا بالأنبياء والمرسلين ومن بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين، لا بد أن يتنقلوا في هذه الأطوار مرحلة بعد مرحلة وطورا بعد طور، من طور التراب إلى طور النطفة، ثم طور العلقة، ثم طور المضغة، ولا بد أن يصير أحد كل أحد إلى هذا، حتى عيسى بن مريم الذي نفخ في فرج مريم العذراء البتول التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا، ومع النفخ فيه هو كلمة الله، فهو بشر خلق من تراب وسيعود إلى التراب، وسيعود إلى التراب كما أخبر بذلك رب الأرباب سبحانه، فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قرأه كن فيكون. فأعطى الله عيسى بعد خلقه القدرة على أن ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله، فمنحه الله القدرة ونفخ فيه من روحه، وحقيقته أنه بشر وسينزل من السماء في آخر الزمان إلى الأرض، سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة الإسلام، ومع هذا سيدفن وسيصلي عليه المسلمون وسيعود التراب، وإن كان الآن هو في إحدى السماوات، إن كان الآن في إحدى السماوات، ومع ذلك سينزل منها وسيعود إلى التراب ولا بد. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهناك بعض الآثار تقول بأنه سيدفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شأنه، خلق من تراب مع جلالة قدره، وعلمه الله التوراة والإنجيل والكتاب والحكمة، وأعطاه القدرات التي تعلمونها في كتاب الله جل وعلا، ومع ذلك هو بشر. إذن نحن نمر بأطوار ومراحل، ومن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور فقد رد ظاهر القرآن، بل رد على القرآن، لأن الله جل وعلا أمره أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم. وفي بعض الأحاديث
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكرون. وكان يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويتزوج وينام ويستيقظ ويقضي حاجته من بول وغائط، فهو بشر. ولكن الله أيده بقوله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ففضله الله عز وجل بالوحي. فمن قال محمد نور فقد أخرجه عن طور البشرية وألحقه بطور الملائكة، وفضل الأنبياء على الملائكة أعظم. فإن الأنبياء أفضل من الملائكة بلا خلاف، الأنبياء أفضل، وإنما الكلام بين أهل العلم أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ أما الأنبياء فهم أفضل لمقامات متعددة، ومع هذا هم بشر. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يمر بالأطوار حتى إذا ذاق سكرات الموت إنك ميت وإنهم ميتون، دفنوه وغسلوه وأهالوا عليه التراب على أشرف جسد وطئ الثرى. يا خير من دفن في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. روح الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يهال على أشرف وجه وجسد، من كان ينفصل من عرقه أطيب الطيب. وما مس أحد ديباج ولا حرير ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رؤي أحد على جماله، ومع ذلك الحال أهيل عليه التراب ودفن في قبره وموضعه، لأنه ما من نبي يموت إلا ويدفن في موضعه، وهم يهيلون عليه التراب. وفاطمة تقول أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، يمنعونه من الحر والغبار والشمس والنار، دافعوا عنه بنحورهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، ومع هذا حين جاء أمر الله لم يتوقفوا يهيلون التراب على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مراحل تمرها جميعا بعد النطفة والعلقة والمضغة، مرحلة وطور الولادة، ثم يصبح شابا فتيا قويا يسبع ويربع، ثم مرحلة الشيخوخة بعد القوة، ويندرج على بدنه بياض شعر رأسه ولحيته وبدنه، بعد اسوداده وحدوداب ظهره، بعد استقامته وتغير جلده، بعد نضارته وضعف سمعه وبصره، بعد قوته واضطراب لسانه، بعد فصاحته وشحوبة حلقه، بعد نقاوته واضطراب بدنه، بعد قوته وثباته ووهن عظمه، بعد ثباته وتمكنه، ثم يعود إلى المراحل الضعف. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. ثم مرحلة الانتقال والزوال عن دار الفناء إلى دار البقاء، ثم أطوار البعث والميزان والصحف والصراط والحوض والعرض والقنطرة والجنة والنار. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما دام أن هذه التغيرات جارية حتما على كل بني آدم، فليستعد كل واحد منا إلى الرحلة النهائية وبداية الانتقال عن دار الزوال إلى دار القرار بخير الأعمال. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن شتان بين حياة الأبرار وحياة الفجار، وبين موت الأبرار وموت الفجار، وبين بعث الأبرار وبعث الفجار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وسيأتي بيان إن شاء الله بعض ما يتعلق بأحوال المؤمنين والكافرين، في أن الله مايز بين أوليائه وأعدائه في الدور الثلاثة. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم من رغدتها وغفلتها، وأن يسوق قلوبنا وقوالبنا وأرواحنا ومشاعرنا وأفكارنا وخواطرنا إلى دار كرامته وموضع رحمته،
إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وسل سخائم قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تجبر بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين من اليهود والنصارى وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم وحلفائهم وأنصارهم من الجن والإنس. اللهم كلنا جارا من شرهم، اللهم كل يمننا جارا من شرهم. عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واكثر شوكتهم وخالف بين قلوبهم واقطع دابرهم وأجري الدائرة عليهم، واجعلهم عبرة لكل من عاداك وعادى دينك وأنبياءك وعبادك الصالحين. اللهم أمننا في ديارنا وأوطاننا ويمننا وإيماننا، احفظ علينا أمننا وإيماننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا، ارفع عنا الغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وآل بيته ومن سار على هديه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.